حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، وما زلنا متواصلين معكم من خلال برنامجكم برنامج مسا دبي. كثيرا ما يحب الإنسان أنه يبدأ صفحة جديدة في حياته، ولكن ينتظر وقت محدد أو حدث معين أو مساعدة من أحد للقيام بهذا التجديد. كيف تجدد في حياتك ومتى الوقت المناسب أنك أنت تجدد في حياتك؟ موضوع بنسلط الضوء عليه إن شاء الله مع ضيفنا في الاستديو الأستاذ عبيد الكتبي، مدرب القيادة والحياة. حياك الله أستاذ عبيد ومرحبا بك معنا. الله يحييك. إن شاء الله. حياك الله. كوتش عبيد، أولا كلنا نعرف النقطة اللي نتكلم عنها هي أن أنا كيف أبدأ من جديد، أو أين هي النقطة اللي أبدأ منها من جديد؟ احنا نعرف ان كل واحد يعني اكيد مر بالكثير من المآسي، الصعوبات، الظروف الصعبة والمواقف اللي مرات حد منهم كسرته من الداخل، في منهم قدر يتغلب عليها بس بعد مرحلة كثيرة وكبيرة من العلاج النفسي وايضا العناء الى ان وصل لمرحلة الهدوء والسكينة والسلام. زين، في موضوع وايد مهم هو هذا اللي الواحد ما يخلينا يرد يبدأ من جديد، الماضي والماضي السلبي. كيف الواحد يتقبل هذا الماضي عشان يقدر أنه يبدأ من جديد؟ نعم، خديتي بديتي بنقطة وايد مهمة اللي هي الماضي. معظم الناس تتوقع أن الماضي بس آلام، بس مآسي، رغم أن الآلام في الأشياء اللي هي سلبية والأشياء اللي هي إيجابية. هي. ولكن أنا كيف أنظر إلى الماضي؟ هني المهم، نظرتي للماضي جدا مهمة. صح. فإذا أنا نظرت إلى الماضي أنه كان تجربة وكان خبرة أنا تعلمتها في حياتي، دروس في الحياة أنها تدفعني للأمام، هني أنا بتعلم. صحيح. هني أنا بستفيد، بخليها مثل البترول في السيارة، كأنه وقود للسيارة أني أمشي للأمام. ما بتكون بس فقط صاحبتني إلى الماضي للخلف ومسويت لي قيود وخلاص ما أقدر أتحرك للأمام ولا أتقدم، لأنه ماضي أنا ما أقدر أتحرك. إيه. فهي نظرتي مهمة جدا إلى الماضي، أنظر إلى أنها تجربة ودروس أنا أتعلمت منها، مفروض أتعلم منها. يمكن سويت أشياء مو بصح في وقتها، معرفتي فهمي الأمور ما كانت مثل الحين. فالمفروض أنظر لها بطريقة جدا إيجابية. يعني نحن ما نقدر نغير الماضي، ولكن نحن نقدر نغير نظرتنا لهذا الماضي. بالضبط. وهني تبدأ نقطة الانطلاقة. بالضبط. بعض الناس يخافون من التجديد، التجديد بالنسبة لهم بالفعل يعتبر خطر، مخاطرة كبيرة. يبقى في نفس وظيفته، يبقى في نفس حياته، في نفس القالب المجتمعي يتم فيه، يخاف. التجديد اليوم إذا أنا أبغي أنصح شخص أنه يتحرك ويقوم بهاي الخطوة، هل التجديد يكون بالجانب العملي أو الحياتي أو الشخصي أو المجتمعي؟ بأي جانب تنصح يبدأ؟ بالعكس، التجديد يعني خلينا نقول هو مثل التغيير، التغيير يعني يكون عدو الإنسان لأنه مجهول، ما يعرف كيف يتغير، كيف يجدد. ولكن خلنا نقول يحسبها، مثل ما يقول إذا عندك مشروع لازم تسوي له حسبة إلى مثلا شهرين، سنة قدام، سنتين، تحسبها إذا مثلا في سيناريوهات معينة. فأنا إذا أبقى أجدد كيف أجدد؟ شو اللي يحتاج أجدد؟ لازم أعرف أنا وين الجوانب عند هذا الجانب، مالي، هل جانب اجتماعي، هل جانب وظيفي، عاطفي في العلاقات، في العائلة، شو الأشياء اللي أنا فعلا أحتاج أجددها. مثال الحين على واقع الحياة، نحن نأخذ هواتف ذكية دائما. صحيح. فتكون عندنا فترة معينة، بعد فترة حس بغير، ليش يعني هالشعور؟ تبغى تكون ويا الموجة مثلا، ممكن ويا الموجة حسب احتياجي أنا ليش بغير؟ في مواصفات جديدة، في تغيير، المواكبة هذه جدا مهمة. نشوف الحين حاليا في الوقت المعاصر هذا كيف الأشياء تتجدد وفي تسارع في التجديد، فهنا نحتاج أن نجدد، مو عشان والله بس أنا بجدد بس الموضة ما تفضلتي، مفروض أجدد، أنا عندي حاجة معينة أحتاج أجددها، خلاص يعني مريت تجربة معينة، جربت هذا الجهاز فترة معينة، الحين ما يخدمني للأمام، للمستقبل، للسنوات الجاية، فأحتاج أجدد. يعني التجديد ما يكون هوس بس عند الشخص، يعني أنه بس يبغي يجدد، لازم يكون في هدف حتى أنه يجدد. يعني مثل خلنا نرجع للماضي، يعني أول ما إحنا كنا نكتب بيدينا وأوراق وما شابه ذلك، يا أبو الكمبيوترات، إحنا مضطرين إحنا نجدد، فجددنا لأن هذا الشيء هو المستقبل، فدائما إحنا نتطور مع الأيام. زي خلنا اليوم كذلك نتكلم أستاذ عبيد، يعني هل في بعض الناس يقول لك أنا ما بجدد إلا إذا استوالي الظرف المعين حتى أني أنا بجدد، فهل هذا الشيء صحيح؟ مثال على ذلك، ما ببني بيت لما أتزوج،
مع ان عندي المبلغ بس ما ببني لين ما اتزوج، فهل هالشيء صحيح او غلط؟ ما اقدر اقول صحيح او غلط، لكن السائد ان البعض للاسف يمشي اذا حس بالالم. صحيح. يعني يتغير اذا فعلا يتم وجه دفعته. فخلاص هو مضطر ان يغير او يتغير او يجدد. لكن اذا انا كان عندي شوي تفكير استباقي، احنا في الوقت الحالي نسميه استشراف المستقبل. اذا انا نفس ما تفضلت المثال اللي ضربته، عندي فلوس اقدر ابني بيت، فليش ما افكر قدام ابني البيت الحين وانا عندي المورد المالي؟ فبالتالي انا اكون مخطط مرتاح ماشي في التغيير، لكن يوم يمكن يجي الوقت اللي لازم ابني بيت بس ما عندي فلوس. كان عندي فلوس فانا ما فكرت في التغيير او في التجديد، او سعره يزيد يعني او ما شابه الاسعار طبعا هي متغيره. فبالتالي انا اذا عندي الموارد هذه افكر كيف انا اخليها تساعدني الى ان انتقل للامام، اجدد واغير بحيث ان انا في النهايه تريحني سواء بيت سواء الاشياء هذه. هني يعني تقصد من اجابتك ان الحافز للبدء من جديد مو بشرط تكون صدمه تعرض لها الواحد او موقف صعب، انه مثلا من خلال الاستثمار الافضل في حياتك للافضل والافضل. نعم. طيب عشان الواحد ايضا يعني يبدا من جديد، مرات خلنا نقول اذا كانت البدايه هاي نتيجه صدمه عاطفيه، يضطر انه او يمكن وظيفه او عمل، يضطر انه يطلع ناس من حياته، ولازم أيضا يتعامل في بيئة فيها ناس تكون مرات سلبية أو تشبه الناس اللي كانوا في حياته قبل لا يبدأ من جديد، كيف يتجنبهم عشان يقدر يكمل؟ نحن قلنا هاي بتكون تجربة في الماضي صح؟ المفروض يتعلم الدرس. يتعلم الدرس في العلاقات في الأشخاص. إذا هو كان في علاقاتها علاقة غير صحية فهو يشوف العلاقات اللي هي إيجابية اللي هي الداعمة له اللي تشبه أفكاره هو. فبعض الأحيان الأشخاص مشكلة أحياناً ما أعرف في شيء يسمونه متلازمة الألم، أنا لازم أحس بألم عشان أحس أني عايش. فيظل ملتصق بالأشخاص السلبيين. صحيح. يحسسونه بشيء داخلي بس هو مو بصح ترى. فبالتالي تحس أنه ما يقدر يطلع عنهم. على مقولة القط يحب خناقه. بالضبط. فبالتالي هني لازم واحد يفكر يعني يضرب بريك ويوقف، أنا وين ساير؟ أنا ليش مستمر في العلاقة هذه؟ سواء ربعي، سواء في دوام، سواء في أي كانت علاقة. فبالتالي لازم أنا أحدد أنا شو أبغي من العلاقة وأتعلم من أخطائي. وأتعلم من أخطائي عشان أجدد وأمشي وما أكررها بعد. قبل شوية مريم كانت تتكلم عن الماضي صح؟ هي. الماضي وأن الإنسان كيف أحياناً يرتبط بالماضي وما يبغي يجدد. بس هذا الماضي أحياناً يكون مريم وضيفنا وعبد الله يعني يكون محبط، يكون في ذكريات أليمة، كيف نتخلص من هذا الماضي وننطلق من جديد؟ في عدة طرق، أنا بالجلسات عندي بالكوتشنج أساعدهم في عدة تمارين معينة بحيث أن هي عبارة عن ذكريات مشاعر في هالمواقف. صحيح. كيف نحن نتخلص أو نقلل حدة المشاعر السلبية في هالصورة الذهنية اللي في بالي أنا الموقف هذا؟ شو في تمارين في أشياء؟ في تمارين نحن نعطيها في جلسات الكوتشنج تساعد الشخص أن يتقبل الماضي، بالذات إذا فيه كانت ذكرى أليمة. هي ذكرى أليمة هي مشاعر فيها، الذكرى فيها مشاعر أليمة. فبالتالي تكون وياه وين ما يتذكر يتذكر الألم. فشو يسوي؟ شو التمارين؟ يعني في بعض الناس أكيد تكون عندهم حالة وفاة مثلا، بعد ما تصير هاي الحالة وفاة والألم ما يجدد، خلاص يكون مع هاي الذكريات ودائما يتذكر. شو هالتمارين ممكن احنا نستفيد منها ومشاهدين يستفيدون منها؟ ممكن في بعض التمارين اللي هي الأسئلة اللي تدخل في صميم الموضوع، هو ليش واقف للحين؟ أيوة. يسأل نفسه يعني. يسأل نفسه ليش واقف؟ زين، هل هذا حالة الفقد أو الموت هل هي أول مرة في الحياة؟ لا. وهل هي بتكون آخر مرة؟ زين ليش أنت واقف عيان؟ يعني كل شخص له تمرين معين. تبدأ أنت ترفع للوعي، هو كأنه عنده مثل ما يقولون اللمبة بندت، فبس تحاول تشغل اللمبة اللي هي الوعي. أنه شوف هذا يعني هذا الموت موجود قبل وبيستمر، فأنت بتوقف؟ في بعض الناس يكتبون على ورقة، عبد الله أحيانا أخوي عبيد أحيانا يكتبون على ورقة يسألون نفسهم ويجاوبون، هل هذا نوع من أنواع التنفيس عن الضغوطات النفسية والانطلاق من جديد؟ نعم، في طرق أن الواحد يكتب في ورقة، يكتب ينفس عن المشاعر السلبية اللي عنده، الضغوطات اللي عنده، حد ينفس في الأكل. أها. يعني فيزيد وزنه. يزيد وزنه، حد ينفس في الجيم، يصير يلعب رياضة، يمشي، يصير هايكينج، المهم أنه يطلع
المشاعر السلبية اللي فيه بطريقته بحيث أنه يقول أنا شيء أرتاح. إذا في صفات جوهرية نحن نعرف أنه لازم الواحد يتصف بها أيضا على أساس أنه يتسلح بها ويقدر أنه يواجه هذا النوع من الدخول في هذه الرحلة نسميها رحلة التغيير للأفضل، مثلا أنه يكون الواحد واضح مع نفسه، يحدد شو يريد، يعرف أهدافه، المرونة مهمة جدا، التواضع مع النفس أنك تتقبل أخطائك، هاي تفيد بعد. كوتش عبيد، ودائما أنا أقول أن عدو الإنسان أو عدوك في أنك تبدأ من جديد أنك أنت ما تتعلم من الماضي وتكرر نفس الأخطاء. بالضبط بالضبط. المهم أن الإنسان عنده تكون أساس يتغير ويجدد، عند القدرة وعند المعرفة. هذه مهمات، ممكن عندك المعرفة أنك تغير بس ما عندك القدرة. طيب السعي للعلاج النفسي يفيد؟ جدا مهم. إذا أنا أشوف نفسي في موقف أنا ما أقدر أني أتخطاه، ما أقدر أتجنبه، أحتاج أن أحد مختص يساعدني. وهذا يعتبر علاج كذلك نفسي، يعني أنت أكيد تطور هذا الشخص. زين، اليوم اللي واقع في هذه الحفرة وما عارف كيف يطلع، شو النصيحة اللي بينصحها عبيد؟ هو أكيد هذا الشخص يتابعني، يعني حاس أنه ما قادر يتغير، ما قادر يجدد نفسه، طايح في الماضي. نعم، هاي تحصل أخوي، موجودة في المجتمع، لكن ما أوقف أنا أن أنا بغير، أنا بأتغير. ليش أنا أعطي نفسي الشعور أن أنا جامد في الحياة هذه، واقف عند نقطة معينة، فبالتالي إذا أنا عندي مشكلة ما أعرف أغير، أتغير، ما أعرف أجدد، أشوف اللي مختص يساعدني في التغيير، أستشير. صح، ما يقولون ما خاب من استشار. وبعدين اللجوء لمختص، يعني يمكن البعض أو الأغلبية يظنون أن إذا أنا بلجأ لعلاج نفسي كأني أنا مثلا عندي مشكلة صحية مريض. عقلية، لا، أنت مثلا مرات تحتاج أنك تتكلم مع مختص. نعم. صح ولا لا؟ صحيح. في مخاوف عند الواحد يبي يعالجها، في فوبيا، في أمور نفسية كثيرة. بالضبط. وهذا المختص محامي، ما يحكم عليك، يسمعك ويسألك أسئلة بحيث أن تساعدك، أن يعني ترفع لك الوعي أن كيف توجد الحلول للتحديات أنت تواجهها. بس أخوي عبيد، أعتقد قناعتنا نحن كعرب تختلف قليلا، يعني بعض أو الثقافة العربية نرفض نروح لأطباء نفسيين مريم وأن يأخذ ويعطي معنا، اعتبره يعني مثل ما قالت مرض. يعني كيف نغير هالمفهوم إلى الآن ما نجحنا نغيره؟ يعني نحن مثلا بجلسات الكوتشنج أنا أشوف إقبال كبير من الناس ومجتمع لحضور هالجلسات. صحيح. فيمكن رفع الوعي نحن منا كمختصين في مجال أن هذا المجال يساعدك، أو هالعلاج مو هو بعلاج، هو خلينا نقول طريقة في التعامل تساعدك أنك توصل لأهدافك، كيف أنت تجاوز التحديات اللي أنت تعيشها كل يوم. فبالتالي الوعي أن أقرأ أبحث، فالبحث جدا مهم، ونص المعرفة شو؟ سؤال. صحيح. أسأل. اليوم التطور والتجديد اللي احنا قاعدين نتكلم عنه اليوم، حتى اليوم في الوظيفة إذا نتكلم، الواحد يبغي يجدد من نفسه يدخل دورات. صحيح. وهذه الدورات راح تجدد في الشخص. هل اليوم ممكن الشخص، يعني احنا مثل ما قلنا التجديد مش هوى، ان اي واحد بس يبغي يجدد بدون هدف بدون ما شابه ذلك. اليوم كثير من الناس نشوفهم في الوظيفة معينة يقول لا انا ابغي اسير وظيفة ثانية، هل يعتبر هذا تجديد؟ نعم، حسب هو الشخص وين يشوف نفسه. أنا أشوف مثلا الشجرة التي لا تنمو تموت. فبالتالي نمو الإنسان يمكن في وظيفة جديدة، ممكن هو يشوف نفسه أن ينمو في وظيفة جديدة، في أن يأخذ دورة جديدة، بأنه يتعرف على علاقات مهنية جديدة في العمل، يغير إدارة من إدارة إلى إدارة، يحس أنه يغير فيحس أنه ينمو ويتطور. يعني دائما أيضا اللي يبون يبدون من جديد يعيشون نوع من الصراع الخارجي اللي هو المحيطين بهم، ويحاول إنه يتأثر أو مرات يتأثر بآراء المحيطين به ويرضيهم على فكرة على حساب نفسه وسعادته اللي بيعيشها مرة واحدة، ويكون أيضا في صراع داخلي مع حدسه وقراراته الداخلية اللي يرغب بها. كيف الواحد يوازن ما بين هالصراعين الخارجي والداخلي في أثناء مرحلته للتغيير، وإنه بطلع من هذا الشيء وبروح لنقطة جديدة؟ أول شيء لازم أشوف أنا وين أبغي أوصل. أنا شو أبغي أحقق في حياتي؟ هذا جدا أول سؤال مهم. أنا شو أبغي أحقق في حياتي؟ وشو اللي يفرحني؟ وشو اللي يفرحني؟ شو اللي يسعدني؟ شو اللي يعطيني الدافع أني أعيش في هالحياة؟ فبالتالي أنا بعرف 1 2 3 هذين هن اللي يساعدني في أني أكمل حياتي. صح. في عندي من المقابل الثاني في صراعات معينة، كيف أتعامل إياها؟ كيف؟ أشوف لي مختص، أشوف لي حد يساعدني إذا أنا ما قدرت أني أتعامل وياها. هل هي مثلا من جانب مالي، من جانب اجتماعي، من جانب في الوظيفة، من جانب نفسي ذاتي داخل. في أحيانا معتقدات أن الإنسان هو نفسه
ما يقدر يطور، ما يقدر يتغير. فيمكن هو من نفسه اصلا واقف ذهنيا، واقف عقليا، فبالتالي يحتاج انه شوي بس يحرك انا نقول يعني الدبليو 40 هذا، يبطل البراغي داخل، يوصل البراغي شوي بالضبط. هي على اساس انه يبدأ انا احتاج اني امشي في الحياه، نسميها عجات الحياه. عنده تمرين نسميه عجات الحياه، اللي هي تقريبا فيها 8 محاور اللي الانسان يشوف نفسه فيها كانه هليكوبتر. ايوه. لمن هالدين، لمن هالعائله، لمن هالعلاقات، الوظيفه، تطوير الذات، المتعه في حياته، هذا يشوفه وين ميزانه، وين في حياته. حلو. هني يوازن. صحيح. بالفعل كلامك الانسان يجب ان يبدا التغيير من نفسه. نحن نشكرك اخوي عبيد الكتبي مدرب القياده والحياه على هاي المعلومات الجميله اللي كلنا استفدنا منها بصراحه. نحن